يوم الثلاث اللي فات انطلقت فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته الستاشر على مدار يومين بالقاهرة تحت عنوان مجتمع أقل اعتمادا على الكاش. المؤتمر ناقش إجراءات الدولة للتحول المجتمع اللانقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية، ده تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني. هشام كان السيد هشام عكاشة رئيس اتحاد نائب رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري رئيس المؤتمر في دورته الستاشر، اللي أكد أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع إشادة المؤسسات الدولية على الاقتصاد المصري ونمو وتعافيه عشان يصل لمعدلات نمو 7% في الربع المالي الثاني باعتباره أحد أعلى المؤشرات العالمية. أضاف السيد هشام عكاشة الفترة اللي فاتت شهرت إصلاحات هيكلية في سبيل تحقيق الشمول المالي، على رأسها إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، وقال إن حجم خسائر الدول من الجرائم الإلكترونية بلغ نحو 600 مليار دولار، وهو ما يستوجب معه التركيز على وجود وسائل فعالة لحماية البيانات في الفترة المقبلة. حقيقة كان كلام مهم، مؤتمر مهم. المؤتمر حضر رفيف من القيادات والمصرفية والسادة المسؤولين، السيدة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة غدا والي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. كاميرا أنا الوطن كانت هناك في قلب الحدث، معانا لقاءات مهمة، معانا تقرير مهم هنشوفه ونرجع لكم وحوارنا اليوم عن كيفية تعظيم العائد عن الزراعة المصرية. عشر مرة المؤتمر ده بيتم وبيتم بنجاح، ودايما الموضوعات اللي بتطرح موضوعات هامة. فالمؤتمر اليومين القادمين بيتكلم على التحول الرقمي وأهميته للدولة، واحنا عارفين أهمية التحول الرقمي لأنه ده من أهدافه هو الشمول المالي، اللي احنا عارفين مدى أهميته الشمول المالي، خلق فرص عمل ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي، زائد تقليل معدل الجريمة والقضاء على التهرب الضريبي والفساد. ففي دول قطعت أشواط طويلة جدا في التحول الرقمي، النهاردة دولة زي السويد بتعتمد 85% على مدفوعاتها إلكترونيا و15% نقدي، وبالتالي احنا عاوزين نوصل لهذه المعدلات، هنوصل لها تدريجيا. انما طبعا هناك اهتمام متزايد، الحكومه النهارده في المجلس الاعلى للتحول الرقمي برئيسه رئيس مجلس الوزراء، وفي المجلس القومي للمدفوعات برئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بيوريك اهميه ان اعلى اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرأس هذا المجلس، بيدل على اهميه واهتمام الدوله بموضوع التحول الرقمي. هو مؤتمر هام جدا في هذا الوقت، لانه بيتكلم على موضوع بيخص العالم كله وليس مصر، في كل دول
دول العالم بتتكلم على الرقمنة أو ديجيتاليزيشن، بيتكلم على الفينتك، بيتكلم على إزاي نقدم خدمة بوقت أقل بتكلفة أقل، بمحاربة فساد، محاربة بيروقراطية. فأعتقد الموضوع هام جدا وهو بيشغل بال كل المصرفين في مصر وفي العالم كله. بدون شك اللي حصل في خلال الخمس سنوات الماضية من خلال تحويل المرتبات، تحويل المعاشات إلى إلكترونيا، الدفع في الحكومة دلوقتي ما تقدريش تدفعي غير من خلال ماكينات بي او اس او خلافه، فبالتالي في تحول شكل كبير في مصر بيحصل. المجلس القومي للمدفوعات متبني هذه الفكره، البنك المركزي، الحكومه، كله متبني هذه الفكره، واعتقد ان احنا شغالين فيها باطار كويس جدا. هو المؤتمر النهارده اهميته انه جزء كبير من التوعيه للي بيحصل في الدوله بالنسبه للتحول الرقمي والدفع الالكتروني، فهو جامع كل المتخصصين من البنوك ومن الجهات الحكوميه، معظم الوزراء اللي موجودين ومسؤولين عن التحول الرقمي، وبالتالي هو بيقول ايه اللي بيحصل على الارض نتيجه كل القوانين الجديده بتاعت الدفع الالكتروني ومنع التعامل بالنقدي، وان هو بيقول ايه البنوك يسرت ايه للمواطنين، وفي نفس الوقت الحكومه ميكنت ايه من الخدمات اللي المواطنين ممكن يستفيدوا بيها. احنا الحمد لله احنا بقالنا اكتر من 13 سنه بارتنر للحكومة في الشبكة المالية للحكومة المصرية، وبالتالي دورنا بيكبر كل شوية من نتيجة ان في خدمات جديدة بتخش بتتميكن، وبالتالي بيبقى محتاجة تشانل وقنوات تطلع عليها عشان الجمهور يستخدمها، سواء كروت او سواء بوينت اوف سيل او سواء انترنت. والسنة دي الحمد لله في اكتر من خدمة كبيرة بدأت تبقى موجودة ومتفعلة، وبالتالي المواطنين هيبتدوا يستفيدوا من الخدمات دي، سواء الكروت بميزة اللي البنك المركزي وفرها من خلال البنوك المصرية، أو من خلال برضو الانترنت والخدمات اللي نزلت على الانترنت. فيما يخص الرقمنة والشمول المالي وانعكاس ده هو على المشروعات الصغيرة المتوسطة، طبعا المجهودات اللي تمت كلها في الفترة السابقة في المشروعات الصغيرة المتوسطة كانت مجهودات في إطار إيجاد حلول تمويلية لهذا القطاع وبناء قدرات البنوك إن هي تستوفي كل متطلبات نمو هذه المشروعات. بتيجي بقى الجزء اللي هو فيما يخص الرقمنة، ان هو بيتوج هذه المجهودات بإيجاد وسائل أسهل للمدفوعات عن طريق الوسائل الإلكترونية والقواعد الإلكترونية، وفي حد ذاتها المنصات الإلكترونية لما بتوجد بتدي إمكانية للتجويد على المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصغيرة المتوسطة. من المشروعات الصغيرة المتوسطة بنستقطع جزء مهم جدا اللي هي متناهية الصغر. الحقيقة دلوقتي من خلال جمعيات إعادة الإقراض وشركات المتخصصة في إعادة في الإقراض للمشروعات متناهية الصغر، الوسائل المدفوعات الإلكترونية في منتهى الأهمية، لأن هي دي اللي بتوصلنا إلى المستفيد الصغير بأسلوب سلس وبأسلوب سهل، بنقدر إن احنا نمدله هذه الخدمة. بعد كمان ثالث لعملية الرقمنة هي الحلول والمنصات اللي بتوجد فرص تسويقية للمشروعات الصغيرة المتوسطة، ومن ناحية تانية بنقدر نبص لها كمان فرص تشبيك ما بين الموردين وما بين المشترين من فئة تلك المشروعات. كل ده هو هينعكس، ومجهودات اللي بيعملها دلوقتي حاليا البنك المركزي هيساعدنا كتير جدا في ان احنا في الفترة القادمة نقدر ان احنا نلبي طموحات هذا القطاع من المشروعات.